لما كان فرح مروان عطيه من فتره قريبه وكان كابتن خالد بيبو هو مدير الكوره، وفاكر موقف كويس جدا وفيديو انتشر ان كابتن خالد بيبو نازل لهم بيقول لهم خلي بالكم اخركم الساعه 12 وهنمشي كلنا، وده طبعا كان عشان كابتن خالد بيبو. ده كان تعامل كابتن خالد بيبو مع اللاعبين ان هو بيديهم فتره لحد الساعه 12 بالليل وبعدين يروحوا. دي كانت طريقه كابتن خالد بيبو في التعامل مع اللاعبين. اما بقى العصر الذهبي كابتن سيد عبد الحفيظ اللي لازم يرجع، ما كانش فيه الكلام ده خالص، ما كناش بنشوف صور سهرات، ما كانش حتى ساعات بنشوف اللاعبين بتطلع على السوشيال ميديا، وكان بيمنع السوشيال ميديا. وهتقول لي كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيسيطر للدرجه دي؟ اه كان في بعض الحاجات الهفوات بتحصل، لكن كان بيتم الحساب والعقاب، وكمان كان في بعض الحاجات بتحصل وكانت بتبقى اكبر من كابتن سيد عبد الحفيظ، وكان ساعتها الاداره هي اللي بتتدخل. لكن العصر الذهبي لمدير الكوره في النادي الاهلي هو سيد عبد الحفيظ، لازم نكون معترفين بكده. افضل مدير كوره جه في تاريخ النادي الاهلي، تعدى الاساطير كلهم، لانه هو فعلا اكتر مدير كوره كان مسيطر، اكتر مدير كوره كان مؤثر، اكتر مدير كوره شفته في حياتي. تصريحاته نفسها بتقلب الدوري، دوري 2019 انا فاكر تصريحاته لما كنا في اخر الجدول، وتصريحاته كلها كانت انا هنكسب الدوري، وتصريحاته كلها كانت ان الدوري هيخلص بفرق بنات لينا، وده اللي حصل في الاخر فعلا. وفعلا كان بيصدر الرعب للفرق التانية. كابتن سيد عبد الحفيظ بوجوده ضرورة في وسط اللي بيحصل دوت، في وسط السهرات اللي بتحصل للاعبين، افتتاحات كل يوم، عيد ميلاد كل يوم، افراح كل يوم. انا بشوف لعيبه الاهلي، بنشوف فيديوهات لعيبه الاهلي بتحضر افراح لفنانين، بتحضر افراح لقرايب فنانين، بتحضر افراح لشخصيات عامه، كل واحد بقى فيهم فاكر ان هو نجم سينمائي ونجم مجتمع، وكل واحد فيهم ماشي مهتم بقصه شعره، وماشي مهتم ان هو يروح افتتاح الراجل اللي بيعمل له البدل، ويروح افتتاح الراجل اللي بيقل له شعره، ويروح افتتاح واحد قريبه، ويروح عيد ميلاد مش عارف مين، ويروح فرح مين. امشي الاهلي ولا دي طريقه لعيبه الاهلي، ولا ده عمره كان اسلوب الاهلي، ولا كان في حاله الاستهتار الموجوده ديت، عمره كان في حاله الاستهتار الموجوده ديت جوه النادي الاهلي. الكلام ده جديد على الاهلي، والكلام ده غريب. الكلام دوت ابتدى في وجود كابتن خالد، ابتدى ان هو يزيد اكتر واكتر مع عدم وجود مدير كوره خالص، كابتن سامي قمصان لا حول له ولا قوه في منصب مدير الكوره. هو راجل مهتم بالفنيات لانه مساعد المدرب، لكنه مش هيتفرغ ان هو يعاقب لعيبه، واحنا ما شفناش اي عقاب لحد دلوقتي، ولا شفنا حتى ان هو استخدم منصبه كمدير كوره في اي حاجه من الحاجات اللي هي المفروض يستخدمها. لازم يكون في مدير كوره قوي. كولر اه ما كانش عاجبه موضوع مدير الكوره، لكن لازم الاداره تتكلم معاه، لان فعلا انت بتتعامل مع نجوم كتير جدا، نجوم كلهم اسماء لامعه.